السلام عليكم ورحمة الله. هون يا اخوة تهيئة حوض منزلي تقريبا مترين ونص بعرض 4 متر. طريقة بسيطة جدا، قبل ذلك شرحناها. طوب، مساحة منزلية متوسطة الحجم، بعدين بنجيب رمل بحري او رمل سويلي احنا نسميه عندنا بالاردن، نفردها تحت حتى لو دعس عليه الواحد او ريحت المشمع تحت او كذا صار عليه وزن، انه يكون البلاستيك مفروض على مادة طرية بحيث انه لا يتشقق. بهذا الشكل بمسافة تقريبا او بمسافة 2 سم يكون سماكته، ويمكن استبدال بتربة حمراء، ولكن احنا بنحكي عن بناء اسمنتي حتى انه في هذا المكان تقريبا لا يوجد رمال حمراء، فالجماعة بدهم يزرعوا بيه. هلا ان شاء الله مرود نرجع للتصوير قبل ما نهيئ المكان كله كامل. المكان هيك بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. طوب ارتفاع 3 مداميك عرضية ايضا وليس بالطول. طبعا يعني بامكاننا ايضا انه نعملها بشكل الطوب بشكل طولي، نوقفها بعدين يعني هيك بتكون اثبت حتى انه المشمع يرتاح. نعود ان شاء الله. تقريبا يعني ها نشارك على الانتهاء. هكذا تهيئ المكان كامل. هلا بعديها ان شاء الله دور المشمع. او بنسميه الملش. طبعا الملش بدي نقدر نستخدم، الافضل انه نستخدم شغله كويسه ميديا قويه يعني 200 مايكرو فما فوق. هكذا تم تغليفه ان شاء الله في البلاستيك، شمع البلاستيك ملش 200 مايكرو اللي بتستخدم للبيوت البلاستيكيه نوعا ما. تقريبا الرقاقه سعرها بحدود 30 دينار، 11 متر ب4.5 تقريبا. هيك ان شاء الله بس بنحط المي هسه يكون هيك جاهز للزراعه. تصوير صار لاحق ان شاء الله سوف نزرعه باذن الله.